اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وعلمائنا وولاتنا من النار برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واجزه عن المسلمين خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز ونصر للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا وأراد بلاد المسلمين بسوء، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا،
اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح شباب المسلمين، اللهم وفق نساء المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وتوكل عليك فكفيته، واستغفرك فغفرت له. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.